أهلا بكم مشاهدينا في ساعتنا الرياضية لليوم. من الدوري الصربي إلى الدوري الإماراتي، خطوة جديدة في مشوار اللاعب النيجيري باتريك إيزي الذي انضم مؤخرا إلى نادي الفجيرة الإماراتي تسبقه سمعته كهداف بارز، حيث تمكن العام الماضي من حصد لقب أفضل هداف في الدوري الصربي. المزيد نتابعه في تقرير نبيل المعلم. صاحب بنية جسدية قوية، هداف من طراز عالي، المحترف النيجيري القادم الجديد هذا الموسم إلى نادي الفجيرة باتريك إيزي دخل أجواء الكرة الإماراتية دون عوائق وعانق مرمى المنافسين منذ قدومه. حرفية النجاح أمام المرمى بدأت بشوارع نيجيريا. بدأت لعب كرة القدم مثل كل طفل إفريقي بالشارع والساحات الرملية، ورأى كثيرون أنني لاعب موهوب. وصل الخبر إلى نادي من الدرجة الثالثة بالدوري النيجيري يدعى أيجي أباس، حيث قدم أحدهم من النادي وأخذني للعب مع الفريق، حيث ساعدته في الصعود إلى الدرجة الثانية. ومنذ ذلك الوقت وصلتني عديد العروض من أندية الدرجة الأولى، فبدأت مسيرتي الفعلية مع نادي زانفرا يونايتد النيجيري. وبعد ذلك تحولت إلى أفريكا سبور بالكوت ديفوار، ثم بعد موسمين تحولت إلى صربيا ولعبت بنواد مختلفة أبرزها نادي دوتشاني قبل مجيئي إلى الفجيرة. باتريك إيزي القادم الجديد لنادي الفجيرة هذا الموسم، ينتظر منه الجميع هنا مساعدة النادي على تقديم وجه مشرف بالدوري الإماراتي. رأس الحربة باتريك يجيد قنص الفرص وصيد الأهداف، ومنذ مشاركته الأولى مع الفريق تحرك الخط الهجومي لنادي الفجيرة وأصبح خطيرا على المنافسين. لم أتمكن في أول الأمر من الحصول على فرصة اللعب بالدوري الصربي، ورافقني هذا المشكل مع أكثر من فريق، وهو في الحقيقة مشكل العديد من اللاعبين الأفارقة، وكنت في كل مرة أطلب تغيير النادي حتى تمكنت من إبراز إمكاناتي مع فريق تمكن من الصعود إلى الدرجة الأولى وهو نادي دوتشاني، حيث أصبحت من الهدافين البارزين بالدوري الصربي وتغيرت كل الظروف إلى الأفضل. وجدت هنا بالفجيرة مجموعة ممتازة، وهدفي الأبرز مع الجميع هو ضمان البقاء بدور الدرجة الأولى وفي وقت لاحق المنافسة على المستوى الخليجي وفي دوري أبطال آسيا. توج باتريك إيزي الموسم السابق بمركز هداف الدوري الصربي، وينتظر منه كثيرون مواصلة هذا النجاح الموسم الحالي على الملاعب الإماراتية. نبيل المعلاوي لليوم على الحرة الفجيرة. اللاعب النيجيري باتريك فرايدي إيزي مشاهدينا بدأ احترافه أوروبيا عام 2013 من خلال الدوري الصربي قبل أن ينتقل هذا العام إلى نادي الفجيرة الإماراتي.